بالنسبة للمدينة طبعا الشوارع كانت بشكل عام يعني نسبة 80% كانت مغلقة. قام المجلس المدني بتوجيهه إلى لجنة الإعمار وبلدية الشعب في الرقة بمحاولة فتح تلك الشوارع، والآن العمل جاري على قدم وساق، والنسبة المنجزة فعلا تفوق ما هو مقدر أو مخطط. هوية عمل مكتب المنظمات هي اللي التعامل مع كافة المنظمات، توصيل المساعدات الإنسانية لأكبر عدد ممكن من سكان محافظة الرقة، تأمين خزانات المياه، توصيل خزانات المياه للمناطق اللي ما وصلتها للسلمة، يعني تأمين فرص عمل، توظيف عدد كبير من الشباب بكافة المستويات العلمية، وحث المنظمات على دخول محافظة الرقة وإقامة مشاريع تنموية مما يؤدي إلى توفير فرص عمل والمساعدة في إعادة إعمار مدينة الرقة. تم افتتاح أكثر من مركز صحي في محافظة الرقة وريفها، أولها مركز بنك الدم، مركز التلاسيميا، مشفى دار التوليد، مركز بهار، مركز سوسن الصحي، وتم افتتاح أكثر من مراكز صحية في الريف، وفتحنا أكثر من نقطة لقاح في المحافظة وريفها.